لنا متابعينا، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط من مدينة برشيد مع واحد السيدة اللي كتعيش واحد الأوضاع اللي هي مزرية، كتعيش في واحد البيت بوحديتها، ما عندها الحنين الرحيم، كتعيش وضعية إعاقة. كيفما غادي نتابعوا معنا اللي غادي تحكي على راسها وتعاود لنا شنو اللي واقع، كيفاش كتعيش، باش كتعيش، السلام عليكم. انا مريضه، ما كنقدر نخدم، ما كنقدر ندير حتى شي حاجه. انا عندي مريضه، عندي كرسي محرك، ما كنقدر ندير والو، وكنتمنى من الله ونتمنى من المجتمع. انا بغيت غير محل، بغيت محل فاش نكون انا كاري غير بويت مع الجيران. ما كنصيبش باش نخلص الكرا، كنصيب باش نخلص الكرا، لا مرض ولا حتى حاجه، كنصيب باش نخلص. ما كنقدرش نخدم شي حاجه، انا نقدر نخدم ما نقدرش. كيقولوا لي ديري شي حاجه خدمي بها، ما كنقدر نهز حتى حاجه، كنهز حتى حاجه ما كنقدرش. كنبغي نجيب ليا شي حاجه كناكلها، ما كنصيبش كنهزها، ما كنقدرش. كنت وحدي ومعذبه في الطواليت مع ديال الجيران معذبه فيها. كنبغي ندخلها، خاصني تنفرج دابا ديال الحمام باش كندخل للطواليت. انا بغيت محل، بغيت طواليتي بوحدي، بغيت سكنتي بوحدي، وبغيت كرسي ديال الضو. انا هاد الكرسي تا هو محلني، بغيت حتى كرسي ديال الضو. انا كنتمنى من المجتمع، انا بغيت داري سكنتي بوحدي، داكشي اللي قسم لي بغيته بوحدي، بغيت سكنتي وبابي بوحدي. وانا مريضه ما كنقدر نخدم من حتى حاجه، وكنشكركم بزاف اللي جلسه ليكم جيتو عندي، كنشكركم بزاف. الله يرحم ليكم الوالدين. ها كنطلب السخنه، كنطلب باش نعيش، ما عنديش، انا ما نقدرش نخدم، انا مريضه ما نقدرش نخدم. خاصني خرج لي عظم في يدي، هذا العظم هو في يدي، شتي، خرج لي عظم في يدي، ما كنقدرش نصوب، كنخرج بالزز، كنقدرش نخرج به، ما كنقدرش. انا بغيت، كنتمنى بغيت سكنتي وبغيت كرسي محرك وبغيت باش نعيش. الحمد لله، طيب الله اللي عطى لي، الله مرحبا بها. انا كنشكر الله وكنحمد الله تعالى اللي عطاني، الله مرحبا بها خويا. الحمد لله. كنمشي كنخرج، كنبغي الناس كيعاونوني، كيجريو على، كيقول لك ما كاين حتى حاجه، سيري ما كاين حتى حاجه. ما سيرج، انا اصلا ما كنصيبش باش نعيش، ما كنصيب باش كنتمنى من الله تعالى، وكنتمنى من